في قناة نيالي هناك. لكن في موضوع مهم جدا، موضوع جدا مهم، نجيب الفيديو بعد ذلك نعلق في الموضوع ده. اي زول غرابي ولا انت نوباوي ولا انت من النيل الازرق تعال لي قريب، انت كدارفوري تعال قريب، انت من النيل الازرق تعال لي قريب، انت من جبال النوبة تعال لي قريب، وانت كشمالي الموضوع يعني كده كمان بالذات تعال لي قريب. طيب نجيب الفيديو، نجيب الفيديو عشان نعلق فيه، عشان الكلام بالإثبات أفضل، الكلام بالخشم ساكت ما ينفع. نجيب الإثبات، نجيب الدليل، نجيب الدليل. طيب نجيب الدليل. السلام عليكم يا اخوانا. اللي انت شنو؟ احنا عندنا الناس ماتت، عندنا الناس ماتت، نبغى نموت ناس ثاني قدام بس. ايوه بس انت من اي حاجه وزي واي شغل بيعرف مكان الجنوبيين ولا الاماكن التواجد بتاع اجانب طوال الفجر هنا عشان الناس تعرف التحرك هذا، ما الناس تطلع من هنا الشتا ساي. عندنا المكان الفلاني واحد اثنين ثلاثه اربعه سته سبعه ثمانيه محلات، الناس تمشي تملك من هنا بخطة تان نسيك تان نسيك طوال نسيك قدام بس. سامين نكرر الموضوع ده، نكرر الموضوع ده. الجروب قاعد، الجروب ممكن نكرر الموضوع ده. السلام عليكم يا اخوانا. اللي انت شنو؟ احنا عندنا الناس ماتت، عندنا الناس ماتت، نبغى نموت ناس ثاني قدام بس. ايوه بس انت من اي حاجه وزي واي شغل بيعرف مكان الجنوبيين ولا الاماكن التواجد بتاع اجانب طوال الفجر هنا عشان الناس تعرف التحرك هذا، ما الناس تطلع من هنا الشتا ساي. عندنا المكان الفلاني واحد اثنين ثلاثه اربعه سته سبعه ثمانيه محلات، الناس تمشي تمرق من هنا بخطه تان نسيك تان نسيك طوال نسيك قدام بس. طيب 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 ان احنا نرفض، نرفض التصرف الهامجي ده، بنرفض رفض قاطع لاخواننا الجنوبيين الموجودين في الخرطوم. هؤلاء كيزان، ديل كيزان دير يخلقوا صراع، صراع بين اخواننا الجنوبيين الموجودين في الخرطوم. قالوا هم قتلوا لهم نفرين وديل ناس القدروا، ناس القدروا قالوا مرقوا في النادي يمرقوا طوالي، وده الفيديو قال ينسفوا اي محل بتاع تواجد بتاع الجنوبيين. يا اخي انت لو راجل زي ده وعندك رجاله زي دي ما تقتل لنا الاسم الجنجويت ديل، اقتلوا الجنجويت اللي قتلوا اخوانكم ديل، اقتلوا الجنجويت اللي جو من سنتر افريقيا من النيجر ومن تشاد، قتلوا الناس وجدوهم في النيل. تقول لي قال نحن نمشي نمسح الجنوبيين محل ما قاعدين متواجدين؟ يا كيزان يا نتنين يا شمالين، رايكم في الكلام ده شنو؟ رايكم في الكلام ده شنو؟ اذا قتلوا الجنوبيين هناك ها الموجودين في الخرطوم ها، اتاكدوا الشمالين الموجودين في 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 جنوب السودان ما بينجوا، عملوا حسابكم شديد. شوفوا الجنوبيين ديل قاعدين بياتوا اتفاقيه، عندهم بطاقات بتاعت لجوء ولا قبلتم كلاجئين ولا اديتم الجنسيه بعد الانفصال؟ ده كلام فاضي، والله اقسم بالله ما بيخلوا شمالي موجود قاعد هناك ها في جنوب السودان، وفي ناس عندهم جنسيات وتعرفوا الكلام ده كويس. شمالين الكلام ده بيمثلكم؟ الاسلوب ده بيمثلكم؟ طيب شوف الحريق هنا يا اخي، قالوا في قالوا 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 قتلوا لكم نفرين صح؟ اي هو ما في قانون ذاته صح؟ طيب الجنجبيت قتلوا لكم كم واغتصبوا كم بيت شماليه؟ وقتلوا منكم كم وجدوا ليه ما بقيتوا رجال زي ده؟ قتلتوا لنا الجنجبيت يا شمالين، اكتبوا لي يا جماعه. هوي 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 ده كلام فارغ، ده كلام فاضي. احنا نرفض في توحيد الزرقاء انه اي جنوبي يقتلوه، نرفض، نرفض رفضا قاطع، نرفض اي شمالي يقتل جنوبي، مرفوض الكلام ده، مرفوض جمله وتفصيلا. ونحن نقيف مع توحيد الزرقاء جنبا على جنب اخواننا الجنوبيين في الخرطوم، نقيف جنبا على جنب اي غرابي اي نوباوي، نقيف جنبا على جنب اخواننا الموجودين في الجنوبيين الموجودين في الخرطوم. والله الرشام بموية نرشه بالدم،
نرفض. وإذا كان الكلام ده بمثل الكيزان، أنتوا برضو كشمالين أطلعوا الكلام ده. إذا في جنوبي قتل لكم زول، أنتوا ما قلتوا في قانون صح؟ أنا هنا ما معترفين إنه في قانون. أقبضوا الزول اللي قتل لكم ده إن شاء الله تقتلوه. طيب شوفوا الحريق هنا. أوي وأنا جايكم يا غرابة، أصبروا لي أصبروا لي بس. طيب طيب شوفوا الحريق هنا، شوفوا الحريق هنا في المحل ده. الحريق ده عنده يومين طبعا، لكن انا ربطت الكلام ده بالحريق ده كويس. شفت الكيزان قاموا بعدلك اللي ددبهم؟ شفت الكيزان؟ جزء من ابناء الشمال قاموا لعفانتهم، شايفين يا جماعه؟ ها؟ طيب كويس كويس كويس. شوف الفيديو، شوف الفيديو هنا ده، شوف الناس دي قالوا شنو كويس. السلام عليكم يا اخواننا. اللي عندنا شنو؟ احنا عندنا ناس ماتت، عندنا ناس ماتت، نبغى نموت ناس ثاني قدام بس. ايوه بس انت يعمل اي حاجه وزي واي زول بيعرف مكان لجنوبيين ولا الاماكن التواجد بتاع اجانب طوال يسجل هنا عشان الناس تعرف تحركاتها. ما الناس تطلع من هنا الشتا ساي. عندنا المكان الفلاني 1 2 3 4 6 7 8 محلات. الناس تمشي تمرق من هنا بخطة تان نسيف تان نسيف طوال نسف نسف قال قال نسف تمشي تشوف ما 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 ما, ما, ما. يا جماعة أخواننا الجنوبيين دول سودانيين. أنا داري أقول لك حاجة، أنت الزول اللي اتكلمت ده وأنا اللي قاعد أتكلم معك قدامك هسه في الشاشة ده، الجنوبيين ديل سودانيين أكتر مني أنا ومنك، سودانيين أكتر مني أنا ومنك، سودانيين أكتر مني أنا ومنك، أما وأبا وجدا وخلقوا هنا. نحن نرفض نرفض نحن في توحيد الزرقاء إنه أي جنوبي يضربوه في الخرطوم، وإلا وإلا دي خد فيها 500 خط هيد. نحن نتضامن جم على جم ما بقيادة توحيد الزرقاء مع أخواننا الجنوبيين الموجودين، خد النظر إن يكونوا مسلمين يكونوا مسيحيين، عملية إنسانية. نحن نرفض أخونا المسلم من أبناء الشمال ونحن المسلمين من دارفور. نحن المسلمين نتضامن مع أخواننا المسيحيين الجنوبيين الذين يضربون من ناحية عنصرية وجهوية وقبلية. نتضامن مع أخواننا الجنوبيين جم على جم، والله يبدأ شيء يوصل لكل الدنيا. ونطالب أخواننا الشماليين، نطالب أخواننا الشماليين بصريح العبارة يمرقوا في لايفات يكونوا ضد الكيزان، هؤلاء الكيزان دري يخلقوا لكم صراع بينكم وبين الجنوبيين الموجودين القاعدين في الخرطوم، وبينكم وبين أخوانكم الشماليين اللي أخذ الجنسية قاعدين في جنوب السودان ومتزوجين زي ياسر أرمان. إذا تم قتل الجنوبيين في الخرطوم وتم حرق مكاناتهم، اتأكدوا تماما أن أنتم لو قتلتوا هنا 100 بقتلوا لكم 1000 نفر هناك القاعدين في جنوب السودان. نرفض أنه أي جنوبي يقتل شمالي موجود القاعد في 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 جنوب السودان وحامل الجنسية. ونرفض أخواننا الموجودين الجنوبيين أخواننا الشماليين يقتلون في الخرطوم. وإذا كان قتلوا الجنوبيين، أنتم لو في لو أنتم عارفين في قانون شيلهم أقبضوهم، ونحن وعاكم معاكم ومع أحلى الضحايا الناس اللي قتلوهم النفرين إن شاء الله قطوا رقبينهم الليلة قبال بكرة. لكن نرفض الوحشية لأخواننا الجنوبيين. نحن في توحيد الزرقاء وديل زرقاء وبلاكات أخواننا. نحن وسودانيين أكثر منك وأكثر مني أنا، سودانيين أكثر منك ومني أنا موجودين. شلوخهم دي وتفاصيلهم دي موجودة في الإحرامات، موجودة في الإحرامات، والجنوبيين بيمثلون لنا هنا. نرفض والله، نتضامن قلبا وقالبا مع أخواننا الجنوبيين. كيزان أي أمرك وإنتوا الشمالين النظاف يتكلموا وقولوا كلمة حق. شير اللايف ده يا جماعة خليه يوصل لكل الناس، شير اللايف ده يا جماعة. الحصل لأخوانكم الجنوبيين والدري يحصل لهم في الخرطوم الآن، والتصرفات الرعناء جزء من الكيزان من أبناء الشمال السفلة الدارين يقتلوا أخواننا الجنوبيين في هناي
ها الكلام ده بيجي اثر رجعي باخواننا الشماليين الموجودين القاعدين في جنوب السودان، ممكن يحصل اثر رجعي جدا، ممكن يختالون في جنوب السودان. ونرفض الكلام بين الطرفين، اخواننا الشماليين الموجودين في الجنوب نرفض الجنوبيين يقتلون في جنوب السودان، ونرفض اخواننا الشماليين كويس الدارين يقتلوا اخواننا الجنوبيين الموجودين في الخرطوم. والكلام ده انا كلمتكم قلت لك بينطبق عليكم، بينطبق عليكم انتوا الغرابه الموجودين. واسمه الزيت ده، اسمه الزيت ده يا جماعه لايف ده 5 دقائق لانه الفيديو ده انا عرقني جدا. طيب اسمع الفيديو ده هنا، اسمع الفيديو ده هنا، اسمع الفيديو ده هنا. ناصر قضارف انتم مانعين ساكت، اسمع الكلام ده. كيف الحال يا ذو الاخبار وصحتك ان شاء الله تمام؟ يا اخوي في معلومه بسيطه كده دار اديك لها، ان الزول المرتزقه بيقول له حبيبتي الجنجريت ده